اولا خصنا نعرفوا بان كاين واحد المشكل اساسي مطروح، الثاني اللي عليه وكان مطروح منذ مده زمنيه طويله، وهو مشكل التوجيه. التوجيه المتعلق بالطلبه اللي كينجحوا في البكالوريا او الطلبه اللي هما مثلا دخلوا السنه الجامعيه ولكن قالوا واحد النوع من الفشل، فبالتالي يعني يحتاجون الى اعاده التوجيه. لماذا مساله التوجيه؟ لان مساله التوجيه هي مساله تربويه مهمه جدا، ولكن للاسف الشديد انه نحن نتعامل معها بنوع من التجاهل او واحد النوع من التجاوز دون الوقوف عند هذه المسألة. لأن مثلا التوجيه خصها تكون التوجيه كنوجه الطالب أو التلميذ منذ البداية ديال الدراسة ديالو، وليس حتى كيوصل للبكالوريا أو عندما يكون في الجامعة. التوجيه يجب أن يكون عبارة عن واحد المشروع ديال الحياة للطالب والتلميذ يبدأ معه منذ التحاقه بالتعليم. وبالتالي فعندنا هذا المشكل حنا في المغرب، أنه كاين واحد الإقبال كبير جدا على مؤسسة ذات الثقافة المفتوح خاصة في كلية الحقوق، وقليلا بعض الشيء في كلية الآداب، لكن بعض الكليات مثل كلية العلوم او الكليه ذات المحدود اللي هي محدوده بالقانون. فبالتالي نجد على انه اعلى نسبه ديال التسجيل اللي كتوصل اكثر من 70% موجوده في كليه الحقوق في المغرب، في حين مؤسسه اخرى هي تخدم واحد النصيب يعني ضعيف جدا. لماذا هذا الاقبال على كليه الحقوق والاقتصاد في الجامعات المغربيه؟ اعتقد بان هذا يحتاج الى واحد النوع من التشريح للوضعيه. اولا عندما تم توسيع الجامعه المغربيه تم انشاء مجموعه من المؤسسات ديال التعليم ديال الحقوق والعلوم القانونيه والاقتصادية والاجتماعية اللي تم تقريبها من كثير من المدن، خاصة مثلا احنا عندنا في الشمال هنا اللي هي مثلا عندنا كلية الحقوق طنجة، وعندنا في تطوان، وعندنا المتعدد تخصصات العرائش والقصر الكبير. وبالتالي يعني واحد العدد كبير جدا من الطلبة يتوجهون الى هذه المؤسسات، اما بدافع من الاسرة، طبعا الحال ما كانش هناك وعي وفهم جيد واستيعاب جيد للحقوق، ولكن اكيد هناك تأثيرات كيف ما شرح السيد الوزير، وهذا شيء عندنا معروف، وهو انه كيكون اما تاثيرات متعلقه بالاسره هذه اولا، وخاصه فيما يتعلق الفتيات، فكيبغيو ان الفتيات ديما يكونوا كيشتروا في مؤسسه قريبه من البيت اللي بعدوش بزاف. ثم مساله ديال التجارب داخل الاسره، كاين افراد من الاسره اللي خداو هاد التجربه ديال الحقوق والاقتصاد ونجحوا في العمليه وصدفوا واشتغلوا، بالاضافه الى مساله الاصدقاء والصحبه. فبالتالي كاين عدد كبير جدا من الطلبه في اطار الصداقه والعلاقه، فكيف يبقاو مع بعضياتهم ويمشيو يسجلوا في كليه واحده ومنها كيمشيو لكليه الحقوق. بالاضافه بطبيعه الحال انه كاين واحد المعلومه اللي هي موجوده عن طلبه بشكل عام، هو ان نسبه التشغيل في المجال ديال الحقوق والعلوم الاقتصاديه والاجتماعيه هي اكثر بكثير من المؤسسات الاخرى. لكن اكيد هناك سبب اخر وعنصر مهم جدا، وهو انه غياب توجيه داخل المؤسسات ديال الثانوي. كاين هناك توجيه على مستوى الجامعه، نحن في جامعه عبد المنصور وفي الجامعات المغربيه كل سنه ننظم حملات ديال التوجيه داخل المؤسسه الثانويه التابعه داخل جهه طنجه والحسيمه، يتم شرح الطلبة لهذا المسالك الجديدة والتكوينات المتوفرة، العرض البيداغوجي داخل الجامعة، وبطبيعة الحال كيبقى فيها طلبات الاختيار المرتبط بالطالب والطالبة وبالأولياء الأمور اللي كيأثروا في هذا الجانب هذا. لكن خصو تكون هناك مكاتب دائمة وتكون هناك يعني ورشات دائمة ومستمرة. لماذا يعتمدوا فيها حتى هذا الجانب الرقمي الإلكتروني الذي يسهل التواصل مع التلميذ مع الطلبة من أجل التوجيه، ويكون يجيب بشكل آلي وكل يومي على التساؤلات المرتبطة بالتوجيه.